موجز الأنباء من جمسة تي في بطنجة، أهلا بكم. تعرف شوارع مدينة طنجة ولا سيما المحاور الكبرى ووسط المدينة، تعرف تواجدا كثيفا للشرطة المرور، وذلك بعد زيارة قام بها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي أمس للمدينة. مضاعفة رجال الأمن في الشارع يأتي لمواجهة الانفلات الذي تشهده الشوارع والتجاوزات التي يرتكبها بعض الأشخاص، ما تسبب في مقتل الشرطي رشيد نهاية شهر رمضان بعد دهسه من قبل سائق حافلة غير مرخص لها. شهدت ساحة النجمة وسط مدينة طنجة مساء أمس الخميس شهدت معركة طاحنة بسيوف بين ثلاثة أشخاص كانوا على متن سيارتين، وقال شهود عيان إن شخصا اعترض بسيارته طريق شخصين آخرين وحاول الإجهاز عليهما بالسيف قبل أن يدخلا معه في ضرب وجرح متبادل بالسلاح الأبيض، وتسبب هذا الشجار في توقف حركة المرور وعرقلة للسير والجولان قبل أن يسقط أحد الأشخاص على الأرض، في حين اختفى الشخصين الآخرين عن الأنظار. سيتمكن التلاميذ المقبلين على الدراسة بسلك الثانوي الإعدادي والبكالوريا المهنية من الاستفادة من تكوين في مهن السياحة والفندقة، وذلك ابتداء من الموسم المقبل في عدد من الثانويات بعد أن وقعت اتفاقيتي شراكة أمس الخميس بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة السياحة ووزارة الصناعة التقليدية. سيجري فريق اتحاد طنجة لكرة القدم يوم غد مباراة ودية تجمعه بنادي الجيش الملكي، وذلك بملعب 18 نوفمبر بمدينة الخميسات. المباراة تأتي في إطار استعدادات الفريق للموسم الاحترافي المقبل. أكد مصدر مطلع بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن وفد الجامعة إلى قصر قسطنطين بالعاصمة الروسية موسكو الذي سيحتضن فعاليات سحب قرعة مونديال 2018 سيبحث عن مباراة ودية للمنتخب الوطني المغربي في أكتوبر المقبل، وذلك من أجل الإعداد لتصفيات كأس العالم وكذا كأس أمم إفريقيا. في الشأن الفني انطلقت أمس الدورة 11 لمهرجان تويزا للثقافة الأمازيغية بطنجة تحت شعار الثقافة إكسير الحياة. المهرجان الذي سيستمر لأربعة أيام سيشهد حضور عدد من نجوم الأغنية الأمازيغية والعربية وكذا مفكرين وأدباء وسياسيين من داخل المغرب وخارجه. فنيا دائما انطلقت أمس فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان أصوات النسائية بمدينة تطوان بالسهرة الافتتاحية التي عرفت حضور الفنانة اللبنانية نجوى كرم والفنانة المغربية سعيدة شرف، فضلا عن حفل الفنانة التطوانية فتيحة أمين. هل ستصبح المفاتيح الذكية بديلا للمفاتيح العادية لأبواب المساكن؟ يبدو أن هذا ما توصلت له الشركة الناشئة في برلين، طورت مفاتيح ذكية لفتح أبواب البيوت اعتمادا على نظام كيويكي الذي يستند بدوره على تقنية فتح أبواب السيارات، ويوجد أكثر من 1400 باب في برلين يفتح بهذا النظام حاليا من خلال جهاز صغير وباستخدام شبكة تحديد الهوية بموجات الراديو. يكفي الوقوف على بعد 4 أمتار من الباب لفتحه، ولمن يهمه هذا التطبيق يشترط الحصول على اشتراك من الشركة المصنعة بقيمة 5 يورو شهريا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.